افضل انجاز في حياتي ان انا لعبت للنادي الاهلي. يعني ان انا لعبت للنادي الاهلي ده حلم من وانا صغير. اسوأ قرار في حياه اسلام محايد؟ هو قرار الرحيل عن النادي الاهلي برضه. يعني لو رجع بيك الوقت تاني مش تختار انك؟ مستحيل همشي طبعا. يعني انا حاربت من وانا صغير عشان اجي النادي الاهلي، ولما مشيت حاربت تاني عشان ارجع. يعني انا مشيت من الاهلي وانا عندي 20 سنه، فضلت 3 4 سنين بحارب بره في الجونه وفي سموحه عشان ارجع النادي الاهلي تاني. ولما رجعت مسكت في الفرصه وخليت الجمهور يقدر اسلام محارب وقيمتي وامكانياتي، وقدرت بالاجوان اللي انا بجيبها والمواقف اللي انا حصلت مني في الملعب فقدر الجمهور يحبني، فقدرت احافظ على كده. فمستحيل كنت همشي يعني. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل تاني مع كابتن اسلام محارب.